بالحديث لسه عن قمة المناخ، لكن بعيدا عن القادة والزعماء والمهتمين بالبيئة وكل هذه الأمور، لكن الشباب، مشاركة الشباب والمجتمع المدني في هذا المؤتمر إلهام للمناخ، لأنه مؤتمر عالمي بتستضيفه مصر. كان في مشاركة كبيرة لشباب المجتمع المدني في مؤتمر المناخ تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، وهم متطوعين من كل محافظات مصر وأفكار مختلفة للحفاظ على البيئة، مشروعات متنوعة تحت رعاية الدولة زي تدوير المخلفات، الحفاظ على الأماكن الأثرية. ومن المشاريع المقدمة إلى مؤتمر المناخ كان مشروع للحفاظ على آثار دهشور تحت إشراف وزارة الآثار والبيئة باعتبارها أثر كبير. آثار دهشور بالمناسبة يعني بتضم آثار لملوك الدولة القديمة والوسطى بنوا أهراماتهم هناك. لو بنتكلم مثلا على الأسرة الرابعة، الملك سنفرو بنى أول هرم له على هضبة دهشور الصخرية، واللي كان بينافس بيه الهرم ده كان بينافس بيه هرم الملك زوسر اللي موجود في سقارة. وبعد كده كمان في الهرم الأسود الخاص كمان بواحد من الملوك نمحات الثالث على ما أذكر. فهي منطقة أثرية بآثار مهمة جدا بتنتمي إلى الأسرات الأوائل من الدولة المصرية القديمة والدولة الوسطى. خلونا نتابع مع حضراتكم تفاصيل أكتر. معانا على التليفون من شرم الشيخ الأستاذ محمد صلاح منسي، رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية السياحة. صباح الخير يا أستاذ محمد، أهلا بحضرتك. صباح الخير يا أستاذ، صباح الخير على حضرتك وكل المشاهدين. عايزين يعني حضرتك تحدثنا عن مشاركة شباب المجتمع المدني المتطوعين والتواجد في هذا المؤتمر، كان شكلها إيه؟ مؤتمر القطب ده حدث عالمي بتستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ، بتجمع كل قادة العالم علشان نوجد حل للأزمة المناخية والأضرار والخسائر اللي بيتعرض لها الكوكب على مستوى العالم. مشاركة المجتمع المدني جات من خلال ترشيحات من عدة وزارات، وزارة البيئة المصرية، وزارة التضامن، وزارة الخارجية، في جمعيات أهلية مشاركة كمجتمع مدني كعضو مراقب، وفي جمعيات مشاركة في الجرين زون بفعاليات وأنشطة داخل منطقة شرم الشيخ. نعم. طيب وتحديدا بقى مشروع تطوير منطقة دهشور الأثرية. منطقة دهشور زي ما حضرتك ذكرتي هي منطقة واعدة للسياحة، سواء السياحة التراثية أو السياحة الريفية والسياحة البيئية. بتتميز دهشور إن هي منطقة فريدة من نوعها بقربها من القاهرة وسهل الوصول ليها عن طريق المريوطية وربطها بسقارة والهرم، وهي طبعا فيها أول هرم كامل للبناء في العالم هو هرم الملك سنفرو، كمان فيها بحيرة مياه موسمية هي بحيرة الملك فاروق كما يطلق عليها الأهالي، يعني على امتداد واسع في محيط الأهرامات والبحيرة مزروع آلاف النخيل. آلاف النخيل ده اللي مزروع في موسم حصاد التمور والنخيل، بيتم التخلص من المخلفات الزراعية أو مخلفات النخيل بشكل غير آمن. فكان هنا دور جمعية تنمية السياحة بدهشور إن احنا نعمل حراك اجتماعي وحراك اقتصادي للحفاظ على البيئة، وابتدينا إعادة تدوير مخلفات النخيل، وعملنا منها منتجات صديقه للبيئه كبديل للبلاستيك وحد الاستخدام، وبنشتغل على التوعيه الشعبيه باهميه السياحه والسياحه المحليه، وازاي ان احنا نوعي باهميه المنطقه ووضع على خريطه السياحه سواء السياحه المحليه او السياحه العالميه. يعني لو اقول لحضرتك احنا فخورين قد ايه بالشباب المصري على كل هذه المشروعات. واسمح لي بسؤال اخير وسريعا عشان وقتنا برضو، الشباب تفضل. المشارك المتطوع ده هل في معايير معينه لاختياره؟ يمكن دي كانت معايير وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي في اختيار شباب فعلا تم تدريبهم وتم تأهيلهم، شباب بيشرف مصر فعلا قدام دول العالم، شباب على قدر من المسؤولية والالتزام، شباب عنده ثقافة التطوع وثقافة العمل وبروح الجماعة. بجد مصر بتعمل عظمة في شرم الشيخ، قيادة وحكومة وشباب متطوع ومجتمع مدني وإعلام. في حراك هنا غير عادي، كله بيحاول انه يظهر مصر بالشكل اللائق قدام كل دول العالم، وفعلا مصر على قد المسؤوليه، واحنا فخورين ببلدنا وفخورين باستضافه الكوب، وان شاء الله يكون في نتائج ملموسه على الارض من هذا ان المؤتمر شاء الله. كما اطلق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المبادره امبارح. ان شاء الله نثق ان شاء الله ان هذا المؤتمر سيكون مختلف كما قال السيد الرئيس، ستكون قمه التنفيذ. انا بشكرك شكرا جزيلا ضيفي الكريم استاذ محمد صلاح منسي، رئيس مجلس اداره جمعيه تنميه السياحه.